الطاقم أيها المتابعون في كل مكان، العراق بجلال حسن في حراسة المرمى، مصطفى ناظم، حسين جبار، أمجد عطوان، ضرغام إسماعيل، إبراهيم بايش، حسين علي، أيمن حسين، حسين عمار، أمين العماري. هذه تشكيلة أسود الرافدين، بينما الخنجر العماني بإبراهيم المخيني، جمعة الحبسي، أحمد الخميسي، أمجد الحارثي، وأحمد الكعبي، وحارب السعدي، وأرشد العلوي، وجميل اليحمدي، وزاهر الأغبري، والمنذر العلوي، وعصام الصبحي. وتحياتي عامر عبد الله المري معكم معلقا. العمانية حاضرة، اليمنية حاضرة، الإماراتية حاضرة، البحرينية، القطرية، الكل موجود في أرض العراق. ويا سعدة ويا بخته اللي يروح ويزور العراق. كرة ملعوبة تصل الآن من حسين، ممتازة على الجهة اليسرى لصالح منتخب العراق. طبعا لديه غيابات أبرزهم أحمد فرحان. كرة بتتسدد وبيخلص سالم خيني ويبعد هذه اللقطة اللي كانت خطرة. ومباراة الافتتاح كانت بين البحرين وقطر، وأول فوز في تاريخ دورات الخليج بحريني، وأول هدف في تاريخ دورات الخليج بحريني عن طريق أحمد سالمين. يا ساتر على التصادم في اللقطة الماضية. الكعبي، سلامات سلامات سلامات. صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي. مباراة لا تستدعي هذه التدخلات، والله 14 العراقي على 14 العماني في اللقطة الماضية. أمجد عطوان على الكعبي، سلامات إن شاء الله، سلامات. ترى العراق ما فازت على عمان في آخر 5 مواجهات، آخر 4 مواجهات، آسف أتكلم عن دورات الخليج. يلا عالتصفيق، ويحب الموسيقى. كرة ملعوبة أمامية في منتصف الملعب، منتخب العراق بيحاول. حسين علي على الجهة اليمنى لحسين عمار، كرة رأسية بتمر إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. هذا أيمن حسين، لاعب الملخية في قطر، لاعب الأم صلال، قبل ذلك مع القوة الجوية، 26 سنة، يبحث عن هدف الدولي رقم 17 مع منتخب العراق. يعني الدرب طويل يا أيمن، الدرب طويل يا أيمن. حسين سعيد 78، فازوا في مباراتهم الأولى في كأس الخليج لما يشاركون. طبعا الكويت أول من فعلها في الدورة الأولى، فاز على السعودية 3-1، هذه كانت المباراة الأولى للمنتخبين. كرة المنتخب العماني، تمريرة ممتازة لا زالت قائمة لمنتخب عمان على الجهة اليمنى. أين العرضية؟ هي عرضية، ولكن الكرة تتخلص ترجع مرة ثانية. حارب السعدي أحد أهم اللاعبين في المنتخب العماني، حارب لاعب خبرة كبير، كرة خلف المدافعين، ولكن التباطؤ رجعت وتسديدة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. أرشد العلوي في اللقطة الماضية حاول عمل الإسناد، لكن هنا عصام الصبحي كانت هذه على الطاير، هذه كرات عماد الحسني ما يخليها تأخذ ضربة ثانية أبدا على الأرض. نفس اللقطة كان لها هدف شهير في مرمى المنتخب القطري في خليجي 17. كلش ما في أهداف. ترجع الكرة في منتصف الملعب، تحضير للمنتخب العماني. أمامية خلف المدافعين، الكرة بتلعب، جلال بيسيطر عليها في اللحظة الأخيرة، سيطر عليها جلال في اللحظة الأخيرة. هذه الكرة اللي كانت خلف المدافعين، تصرف خاطئ من مدافع المنتخب العراقي علي فايز، مدافع نادي القادسية في الكويت في اللقطة الماضية، حاول أن يلعبها اللاعب. بعد لحظات شوف هذه الكرة، اللي سيطر عليها جلال حسن في اللحظات الأخيرة قبل وصول مهاجم العماني. هنا الصافرة من قبل السيد ستيفان كوفاكس تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بين منتخبي العراق وعمان. الأرقام والمعطيات السابقة تؤكد ما ذكرناه، فما زالت العقدة للمستضيف مستمرة،
وكذلك العقدة للضيف منتخب عمان في آخر 6 دورات في المباريات الافتتاحية. ويبدو أن المباراة تسير نحو التعادل في شوط المباراة الأول بشكل واضح جدا، ولكن الشوط الثاني ما يدرك. هنا تأتي متعة كرة القدم وإثارتها. شكرا لكم عمر عبد الله، يحييكم الملتقى من البصرة جنوب العراق. حفظ الله العراق وأهلها، وشكرا على استضافتهم الجميلة. الكلمة الآن للزميل حامد الحارثي وضيوفه الكرام، وحديث عن شوط المباراة الأول سيبدأ الآن، ويبدو في تبديلات لصالح المنتخب العراقي. يبدو أن حسين عمار ترك أرضية الملعب، وإشراك علي فاضل. منتخب الناشئين اليمني مميز، قدم مستويات طيبة، حماس لاعبين. أيضا المنتخب الرديف للمنتخب السعودي، كلها أسماء تريد أن تظهر لمدرب المنتخب الأول إمكانياتها. ما تدري حسين علي ضرغام بايش، شوف هذا الثلاثي المميز لمنتخب العراق. يا سلام يا سلام، احلى هجمة، جبار بايش امام المرمى، الكرة ما زالت ولكن ابعدت. احلى تناغم عراقي في اللقطة الماضية، احلى تيكي تاكا حدثت في اللقطة الماضية لما شفنا حسين قرب على بايش، كرة ملعوبة. راحت يا عراقي يا طويل، راحت الكرة الماضية، لكن حسين حسين يتحرك، حسين يتحرك، يعني المنتخب العراقي يتحرك. شوف هذه الكرة، أبرز دقيقة للمنتخب العراقي هي الدقيقة 60 من عمر المباراة. شيركو شيركو الآن يجهز المشاركة، شيركو راح يشارك، شيركو كريم. إذا شير لا لا، حسين علي ترك أرضية الملعب مع رياح باردة، مع أمطار في الأيام الماضية، 12 درجة الحرارة حاليا في البصرة، هواية برد. ترجع الكرة في منتصف الملعب، الأحمر العماني، تسديدة من مسافة حلوة 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 لأرشد العلوي، أرشد العلوي تسديدة من مسافة كانت مباغتة، ما حد توقع أنه يسدد من هذه المسافة، لكنه سدد والله، سدد سدد. شوف هذه الكرة أرشد اللي سددها في اللقطة الماضية مرت وحاذت المرمى، والله بجوار القائم. هي المحاولة العمانية الأبرز، المحاولة العمانية الأبرز في المباراة، من أجلها يعني وبسببها تحسنت الكثير من الأمور على مستوى كرة القدم في هذه الدول. كرة أمامية لمنتخب عمان في مكان سليم، جميل بيلعبها للصبحي، الصبحي بيحاول، الكرة لازالت قائمة، جميل رجعت في الخطأ أمام المرمى إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. يلعب كلاعب ارتكاز في الأصل من مدينة دهوك العراقية، عالية باتجاه أيمن، أيمن نزلها، الكرة لبايش الآن وصلت مرة ثانية، إبراهيم بايش لعبها لدرغام، درغام عالي عرضية، سيطر عليها المخيني حارس المرمى، سيطر عليها المخيني. ترجع الكرة للمنتخب العماني، تسديدة مباغتة أيضا بتمر إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. عدت الكرة الماضية، كرة مصعب. في كل مكان في افتتاح خليجي 25 هنا في مدينة البصرة العراقية، حيث لقاء المنتخب العراقي والمنتخب العماني، وما زال التعادل السلبي قائم. كرة للعراق راحت، لا العراقي مختلف في شوط المباراة الثاني. هذا علي فاضل أحد الأسماء اللي شاركت في الشوط الثاني، شوف الكرة أيضا مباغتة كانت للمنتخب العراقي، ورغبة كبيرة لمنتخب العراق بأن يخطف النقاط الثلاث. بادر هاجم، مدرب أجرى تبديلات، وشايف ضربة حرة مباشرة يمكن فيها ويمكن ما فيها، ضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب العراقي. تخيل بس تخيل بس، علي فايز هو آخر هدف كما ذكرت سجله في مرمى الكويت في المباراة الودية، وهذا خيسوس كاساس
كرة عبد اللعب الله يا بهزة قلوب العراقيين هذه يا الله على كرة من ضرغام ترتطم بالعارضة في غاية الخطورة أجمل لقطة في المباراة الافتتاحية يا محظوظ يا المخيلي محظوظ محظوظ يا المخيلي في اللقطة الماضية كاد منتخب العراق أن يتقدم بتسديدة رائعة.